معنا عضو اتحاد كرة القدم الكابتن حازم امام، واحد من نجوم كرة القدم، بطولات، انجازات، اخلاق عالية. كابتن حازم برحب بحضرتك. مساء الخير يا كابتن شادي، ازيك مساء الخير. حبيبي؟ ازيك يا كابتن حازم، فينك؟ عامل ايه؟ مش باينك يا كابتن شادي خالص، انت خلاص من باشا ساعة لما وحشني خلاص. رحت اتحاد الكرة ما تسألش عليا خالص. موجود، انا جنبك. وحشنا يا حبيبي كابتن حازم. عامل ايه اخبارك؟ كله كله تمام؟ تمام الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك حبيبي. كابتن تحياتي حازم، لضيوفك طبعا الكرام. كابتن محمد سمير. حياتي ليك طبعا. اهلا بيك يا كابتن حازم. طمني على المنتخب، خصوصا ان انت نجم كبير في عالم كرة القدم. بتقدر لما بتتكلم مع لعيبه او بتشوف معسكر المنتخب تقدر تدينا الرؤيه بشكل عام؟ كابتن حازم اتفضل. والله يا شادي بص، الماتش ده مش محتاج يعني حد يعمل حاجه ولا حد يتكلم ولا حد، هم اللعيبه يعني حاسين مسؤوليه وعارفين ان هو ماتش ثلاث نقط مهمين جدا جدا يقربوك جدا جدا ان شاء الله، بغض النظر بقى اوغندا كسبت اوغندا خسرت، ثلاث نقط مهمين جدا عشان توصل لكاس عالم. عارفين ان ده اخر ماتش في ملعبنا، فجمهورنا ما شاء الله يعني هيبقى مكسر الدنيا في ان شاء الله. الاستاد عمليان. زي ما بقول لك اللعيبه نفسها الماتش يجي النهارده قبل بكره عشان يلعب، وان شاء الله هنعمل ماتش كويس. في ماتشات كده وانت عديت بيها يا شادي، يعني انت كابتن النادي الاهلي عديت ماتشات كبيره بتبقى مش محتاج لا مدرب يقول لك تكتيك ولا فنيات، بتنزل تلعب بقلبك، تلعب بالحماس اللي موجود عندك، ان انت مش مستني حد لسه يقول لك توجيهات وهتعمل ايه وتشتغل ازاي، انت عارف شغلك بالظبط في ايه في الماتش. دي من الماتشات اعتقد اللي هي هتبقى تاريخيه ان شاء الله باذن الله للعيبه دي، وهتبقى تاريخيه ان شاء الله في تاريخ مصر باذن الله ان شاء الله. كابتن حازم، ما ينفعش تبقى معايا وما اكلمكش في الامور الفنيه. عايز اعرف من حضرتك، يعني لو تاكد غياب عبد الله السعيد وهي نسبه كبيره جدا، برؤيتك الفنيه لمصلحه المنتخب، هل في المكان ده يلعب صالح ولا رمضان صبحي ودول اقرب المرشحين؟ دول اقرب المرشحين. والله بص، ده حسب المدير الفني في الملعب. انت عارف يا شادي بيبقى فيه حاجات في الملعب ساعتها هو اللي بيبين لك كمدير فني، ممكن يقول لك ده فايق ده مش فايق، عارف في حاجات صغيره قوي كده بتبقى في التمرين المدرب ياخد باله منها، يعني اللعيبه تحس بيها، تحس ان ده فايق ده ماشية الكورة موفق في ماشي كويس ولا لا. لكن انا شايف الاثنين لعيبه جامده جدا، الاثنين لعيبه كويسين جدا، عندهم مهاره فرديه عاليه جدا الاثنين. يعني انا شايف اي حد فيهم هينفذ بشكل كويس. صالح لما دايما بينزل بيأدي بشكل رائع، بيلعب فترات قليله لكن دايما لما بينزل فتره قليله بيعمل يعني اكتيف حاجات كتير جدا في فتره 20 دقيقه ولا نص ساعه، بس دي يمكن يبين لك ان هو لعيب قوي جدا. رمضان لعيب من طبعا من اللعيبه المهاريه اللي هيعتمد عليهم مستر كوفر لو لعب من اول او نزل، فمع يعني ما اقدرش اقول لك مين، لكن اقول لك كوفر في الملعب اكيد هيشوف مين الاحسن. متهيألي صالح في الحته دي هي ومكانه من بقاله فتره، فممكن يبقى هو يعني متعود على المكان اكتر شويه، رمضان بيلعب على الخط بقاله فتره، فممكن دي برضه من الحاجات اللي ممكن كوبر يفكر فيها، الله اعلم يعني، لكن انا بفكر بصوت عالي معاك. كابتن حازم، انا بسال بوجهه نظر، انا عارف وانا من المدرسه بتاعتك دي المدرسه المحترمه اللي نسيب المدير الفني يحط التشكيل، لكن احنا ما فيش حاجه اسمها ما تقاطعش، احنا بنتكلم في كل حاجه. انا ما قلتش ما تقاطعش ولا حاجه، لا انا بقول لك عايز اعرف من حضرتك، تفضل عمرو جمال ولا كوكا؟ هو الاثنين برضه ما بنشوفهمش، ما هي دي برضه المشكله شادي، يعني الاثنين بيلعبوا بره والاثنين ماشيين كويس. يعني عمرو جمال انا شفت الجول اللي جابه حلو جدا في اخر دقيقه ده، وكوكا ماشي بشكل رائع. طب زي ما بقول لك الحاجات دي الثلاث اربع ايام دول، يعني انا بشوف هم اللي هيفرقوا معاهم في التشكيل مع كوكا، هو اللي هيشوف الناس دي ماشيه مع الفرقه كويس، الناس دي رجليها ماشيه في التمرين مع الجون كويسين. انت ساعات بتبقى مثلا شادي انت عارف، بتبقى انت مثلا حاطط في دماغك حد قبل التمرين قبل الماتش ثلاث ايام ملوش مش شايف، فبتعمل حساباتك مثلا لا ده مش شايف، ده الثاني احسن، ده فايق في التمرين. فانا اعتقد ان الراجل دايما بيميل للاستمرار في التشكيل او الاستقرار، فبالتالي متهيألي اعتقد ان هو عمرو ممكن يكون الاقرب. لكن زي ما بقول لك هو عمرو وكوكا الاثنين مستواهم كويس دلوقتي، بيجيبوا جوان ماشي، يعني كوكا ما شاء الله ماشي هناك في البرتغال بشكل كويس جدا، يعني عايزين نشوف ده في مصر ان شاء الله باذن الله لما يلعب ان شاء الله. دايما بيشوف كوكا على طول بيجيب اجوان في براغ وشغال بشكل كويس، نتمنى ان شاء الله يجيب اهداف في مصر، يعني ده اللي احنا عايزينه منه يعني ان شاء الله. كابتن حازم، النجم الكبير اللي كل جماهير مصر بتحبه، تنصح الجماهير اللي هتروح الملعب بخبره حضرتك تقول لهم ايه؟ والله يا شادي بص، الماتش اللي فات ماتش
اوغندا جمهور عالمي، يعني جمهور من الساعه 3 الظهر قاعد في الملعب بيشجع بيغني مبسوط، عارف ما فيش الهمهمات بقى لما حد ضيع الكوره مثلا تهمد لك الفرقه، لا خالص، الناس تحس ان هم فاهمين ان اللعيبه دي عايزه تكسب وعايزه ان دايما تشجع وتدعم. فبصراحه كان حاجه رائعه، وانا يمكن في الماتش كنت هناك الواحد عايز يلعب من كتر الحماس والجمهور، جمهور يعني حاجه رائعه. انا متهيألي هيبقى نفس الاداء ونفس الشكل ان بالنسبه شاء الله لجمهورنا، ان شاء الله. ما كانش اكتر كمان. الناس شايفه الامل بيقرب جدا جدا جدا، الناس مبسوطه جدا باللعيبه. فان شاء الله باذن الله يعني ما فيش جديد عن هم هيعملوه باذن الله في الماتشات اللي فاتت. بيبقى دايما يوم برج العرب ده بيبقى يوم ملحمه يعني بصراحه، يا بتتعمل رب دايما يا رب العرب. حلمنا كابتن فيا حازم رب ان يوم من الاحد 28 نتكلم سنة ونهني بعض باذن الله ان ان شاء شاء الله الله. كابتن.